بريفيو. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم فيديو جديد. اليوم البنات ان شاء الله غادي نصاوبوا بغيت نقول لكم القديد. اليوم البنات ان شاء الله غنصاوبوا الخليع غنصاوبوا بالقديد ان شاء الله. نهضروا شويه على القديد. بالنسبه للقديد البنات، يعني انا ديجا هو عند كيفاش صوبنا القديد، خليوها ليا في لي كومونتير. وغادي ندير لكم فيديو خاص كيفاش صوبت هذا القديد، حيت كتبقى كل واحد وطريقته. المهم البنات، هنا عندي القديد واجد، فيه الاعشاب ديالو باش صوبناه، المليحه ديالو. غير انا غسلت واحد شويه لاحظتو معايا، انا غسلته شي شويه من الملحه، حيت فيه الملحه بزاف. كي قلت لكم البنات، المهم القديد تقطعوا كي بغيتوا، يمكن لكم تقطعوا صغير كيف يعني كيما بغيتوا يجيكم، كيما بغيتوا يجيكم الخليع ديالكم. انا هنا غنحاول نقطع واحد شويه بحال هكا. كي قلت لكم البنات، انا هذا فيه الملح بزاف، داكشي باش ما بغيتش الخليع يجيني مالح بزاف، داكشي باش غسلته شويه من الملحه. نتوما الا كنتو دايرين، المهم على كيزوق على حسب الذوق، الا كنتو كتبغيوه يجي مالح بزاف خليوه، بغيتوه يجي شنو غنحتاجو البنات؟ غنحتاجو كذلك زلافة ديال زيت البلدية، هي هادي. و بنات زلافة ديال زيت البلدية، ويمكن ليكم ديروش زيت البلدية بوحدها إلا بغيتو، تخلطو شوية ديال زيت المائدة وشوية ديال زيت البلدية. عندي هنا كذلك الشحمة، ناخدو شي كسرونة ولا شي طاوة ولا شي حاجة اللي غنطيبو فيها، ندير فيها هاد الحيمات. بقيت خليت شي وحدين بحال هكا كبار، صافي البنات. نسيت ما قلت لكمش بلا انا عندي هنا كيلو ديال القديد. نتوما الا كنتو غديروا اكثر من البنات، يعني البنات الا كنتو غديروا اكثر من كيلو، غضاعفوا طبيعه الحال المقادير. وحاجه اخرى اللي ما هضرناش عليها، المهم سمحوا لينا ديما في المقادير ما كنبين لكمش كلشي. عندي هنايا الماء، نجبدو هنا الشحمة ديالنا، فوالا. هانتوما البنات، عندي هنايا قلنا زلافة ديال الزيت البلدية. إلا ما بغيتوش ديرو زيت البلدية بوحدها، يمكن لكم ديرو زيت المائدة نص وزيت البلدية نصف، يعني نص هكا ونص هكا. وعندي هنا الشحمة، طحناها في الطحانة اليدوية، كتجينا على هاد الشكل، ضروري خصكم تطحنوها البنات. المهم كاس عامر بالماء، كاس كبير، وغادي يعني عينا ميزاننا في الماء ما مضبوطش بالضبط. اول حاجه نكحزو علينا الزيت، الشحمه، غادي ندير ناخذ الشحمه ديالنا البنات، غادي نديرها هنايا، نضيفها هنايا، الشحمه البنات غنديرها فوق البوطه دابا تذوب. غادي نزيد الماء البنات، نديرو غير باش تغطى لينا هذا القديد ديالنا. تقريبا البنات جوج لايف، تقريبا جوج لايف ديال الماء، صافي البنات. دابا غندوه للبوطه وغيبقى يغلي، وانتوما معايا غتشوفوا معايا المراحل كامله. البنات شوفوا معايا ملي بدا كيغلي الماء اللي درناه والشحمه، كنخليوه بحال هكا. البنات وديروا في شي طاوله اللي تكون ثقيله شويه، صافي غنخليوه بحال هكا البنات، حتى ان شاء الله ما يبقاش فيه الماء، ما بقاش هذا البخار اللي كتلاحظوا معايا، كتشوفوا معايا البخار اللي طالع ما يبقاش يطلع، الماء ما بقاش كاع في الخليع ديالنا. وعادي كنت غنضيفوا الزيت، ما غاديش نديروا الزيت نهائيا دابا، دابا نخليوه بحال هكا، نبقاو نراقبوه مره بالتخلاط.
البنات شوفوا معايا ملي كيفاش رجع، بقات لينا غير الزيت. خصني نوريكم مزيان، عين شوفوا نوريكم مزيان. شوفوا البنات بقات لينا هنا غير الزيت، انتوما يعني الماء ما بقاش نهائيا، بقات لنا غير ديك الشحمه بوحدها. دابا البنات غادي نزيدو زلافه ديال زيت البلديه. كيف قلت لكم يمكن لكم ديروها مخلطه، غادي نضيفوها. فوالا خلطو مزيان، غير تميلونج علينا هادشي هذا مزيان. قلت مهيله البنات، ما القد ديالنا اولا الخليع ديالنا راه طايب. والبنات بالنسبه للوقت تقريبا شي ساعتين وهو كيطيب، تقريبا شي ساعتين. المهم غطيوه بشي حاجه بشي طيب على خاطر مره وحركوا فيه صافي. المهم هو البنات طايب معنا الخليع ديالنا، غنخليوه يتميلونج هادشي مزيان وصافي غادي نديروه في القريعه ديالنا. البنات زعما كتشوفوا معايا يلاه بدات في الغليان ونطفي عليها صافي. ما بغيتش نطيب زيت البلديه بزاف. المهم البنات هو طيب معنا، دابا ان شاء الله غنمشيو غنشوفوا الشكل النهائي. البنات الخليع ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى ان شاء الله تجربوه. البنات ساهل بزاف وبنين، وكيبقى يعني صوبته في الدار كيجي احسن من اللي كتشريوه. وكذلك هنا البنات بالبيض قبل ما ننسى، درته هنايا مع البيض يمكن لكم ديرهم في شي بواط ديال الزاج من الاحسن، وتحتفظوا بهم صافي. يمكن لكم تستعملوهم بزاف ديال الحوايج، مثلا في تعمروا بهم الملاوي كيجيو زوينين مع البيض. يعني البنات كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله. Inside your self-righteous symphony, I would rather let this go. Than to